النهارده اليوم الثالث من تصويت المصريين في الخارج في السباق الانتخابي الرئاسي وزي ما شفنا في حاله زخم كبير واقبال متزايد على عمليه التصويت من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. شفنا مشاهد عظيمه في اسيا اللي ربما يعني ما كانتش موجوده قبل كده ماليزيا واندونيسيا دخلوا في السباق الانتخابي كنا بنشوف بس يعني مشاهد تصويت المصريين في اوروبا او امريكا او كندا. المصريين كانوا في الحقيقه على قد المسؤوليه شفنا مشهد مشرف في دول كانت فيها درجات الحراره منخفضه للغايه درجات تحت الصفر كان في رغم كده اقبال من المصريين دول تانية كان فيها ايام عمل رسميه ده ما خلاش المصريين غير ان هم برضه يذهبوا بفخر رافعين اعلامهم بيقولوا ان احنا جاليه مهمه بتبقى مناسبه جميله جدا ان الكل يعني يفخر بكونه مصري و يشارك في هذا العرس الانتخابي فيها رسائل كتير قوي يا اكيد خلينا نعرف اكتر على تفاصيل المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج من الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه صباح الخير على صباح الخير يا صباح الخير طيب احنا شايفين بره مشهد مشرف وشايفين شيء لافت للنظر الـ الـ يعني الاهتمام في بالتواجد في اللجان الانتخابيه المختلفه اللي موجوده في مختلف دول العالم المصريين في الخارج مصرين انهم يقولوا احنا صوتنا مهم وصوتنا فارق واحنا يعني بنساعد في رسم شكل الجمهوريه الجديده. تحيه لكم اولا تحيه للساده المشاهدين. الملفت لي انا شخصيا ان انا فوجئت بهذه الاعداد وهذا الكم الكبير من الناس اللي راح في الخارج للسنه الانتخابات يعني الاعداد دي متهيالي لاول مره انا اشوف هذا الكم من العدد يعني مش عارف ليه ايه التوجه ده ايه اللي حصل هل المصريين اللي في الخارج لامسين مدى النجاح في الداخل مدى أهمية أصواتهم أهمية توجههم في اللحظة الفارقة اللي بتمر بيها مصر والمنطقة بالكامل مش عارف لكن هو في النهاية هو أعداد مهولة جدا ولفت انتباهي كمان جوه الأعداد دي النساء الشباب يعني حجم أكبر داخل هذه الكتل الانتخابية اللي متوجهة. أماكن كمان ودول زي ما حضرتك حضرتك تفضلت يعني مثل السنغال مثلا امبارح انا فوجئت انا بقلب كده في قناه ليت السنغال لا اعداد كبيره جدا يا جماعه حتى في الدول الافريقيه انا بشوف الاكوادور وتشيلي وحاجات كمان في يعني امريكا الجنوبيه يعني اه في امريكا اللاتينيه حاجه غريبه جدا آه. يعني والناس بعيده قوي يعني مساحه جغرافيه بعيده قوي عن مصر لكن في ذات الوقت في اهتمام اكبر بالكلام ده ده الملفت للانتباه بدرجه كبيره بالنسبه لي في هذا المشهد الانتخابي الاول ثاني حاجه يعني عمليه المرشحين الاربعه كمان يعني عملية الاتزان والصمت والهدوء وعدم عدم عدم اللي هي الاشكاليات اللي كانت بتحصل في الانتخابات السابقة يعني احنا كنا بنشوف ايام الانتخابات السابقة ايام حكم الجماعة وما بعد حكم الجماعة بعد سقوطهم كنا بنشوف مهازل في القصة دي يعني موضوع ايام حكمهم مهازل كبيرة جدا في في الخارج عمليه استقطابات ضخمه جدا في العمليه الانتخابيه عمليه هجوم لاذع ونقد هدام للدوله وللمنافسين عمليه ابتزاز متواصله عن طريق الاعلام وعن طريق السوشيال صحيح. عمليه كذب واختلاق احداث واشاعات وغيره كل الكلام ده متهيألي احنا ما شفناش ده يعني ما شفناش ده في المشهد الانتخابي الحالي لا ما شفناهوش حاجه وده حاجه جميله جدا وحاجه مبشره جدا بالمناسبه يعني يعني عاهدناك يا استاذ ماهر انت باحث في شؤون الجامعات الاسلاميه وربما من اكثر المتابعين لنشاطهم ملاحظاتك على ما يعني تقوله قنوات اهل الشر في الخارج في هذا السباق الانتخابي وخصوصا ان في بالفعل اقبال من المصريين في فرحه من الجاليات المصريه وطبعا اتساقا مع ما كان يحدث قبل ذلك في استحقاقات ممثله. طيب احنا مش هنقدر نفس ما يقال عن العمليه الانتخابيه الرئاسيه دي عن برضو احداث غزه لان هم استخدموا الموضوع ده في الحشد المضاد ومحاوله افشال كل حاجه. واخد بالك؟ فبدايه هو اشتغلوا على العمليه الانتخابيه اولا لدعوه الناس لعدم الذهاب للصناديق. يعني تلاقي كل قنواتهم الاعلاميه وخاصه القنوات الاخرى اللي على السوشيال. يعني والبرامج القصيره بتاعتهم والشغل اللجان الالكترونيه او الجوش الالكترونيه اللي هم مشكلينها على السوشيال لتشويه الدوله طوال الوقت هو بيحاول ان هو هنا يعمل عمليه ابعاد للناس وتشويه ان ما فيش انتخابات يعني لا انتخابات ده, ده ما حدش يروح اللي يدفع الناس للعزوف عن العمليه الانتخابيه برمتها طبعا هو تاكد انه هيفشل في ده فبيبدا هو يلعب لعب على حته تاني بقى حته صرف الناس عن قضيه هو بتهم المصريين بشكل عام يعني قطاع غزه والاحداث اللي هي بتهم العالم كله اللي شاغله العالم كله الان فبيبدا هو يتحدث هنا عن توجيه سهامه طوال الوقت للدوله المصريه لا ويقسم نفسه يعني قسموا نفسهم 50% 50% لاحظ ده 50% يقول لك افتحوا معبر رفح 50% يقول لك لا ده مصر هتحاول تهجير الفلسطينيين لسينا فحاجه غريبه جدا انت عاوزنا نفتح معبر رفح ولا نغلق معبر رفح؟ طب معبر رفح مفتوح فهو بدا يصرف الناس عن طريق هذه القضيه للعزوف عن العمليه الانتخابيه لتشويه الدوله برمتها خلينا نتفق على ان مم. المعبر من اليوم الاول مفتوح من الجانب المصري طبعاً. وانه لم يغلق ابدا يعني سياده الرئيس قال كده وده واضح ومصر اللي قدمته من حجم المساعدات ومن حجم التضحيه من اجل هذه القضيه ما حدش قدمه ولا اي دوله في العالم عملته وهتفضل طول في عمر مصر سند للفلسطينيين وسند لهذه القضيه اكيد عقيده مصريه مسؤوليه تجاه اخواننا في فلسطين وكمان حفاظا علي الامن القومي المصري طبعا اللي يعني لا يمكن اي حد يحاول يمسه خلينا بقى نتكلم اكتر عن تاثير يمكن الازمه دي علي اصطفاف المصريين في اللجان اللي موجودة يمكن ده فهمنا ولفت نظرنا للضغوط اللي بتتعرض لها مصر من قبل العالم يعني في بعض الأحيان وإن قد إيه مهم إن يكون في قيادة سياسية قادرة على إدارة الأمور الشعب المصري شعب واعي جدا والوعي معناه اللغوي هو الإحاطة والإدراك الشعب المصري من الشعوب اللي بتدرك بسرعة لما بتقع في أزمة بيتوحد المصريين يعني احنا بنختلف ممكن في حاجات كتيره جدا آه لكن في لحظه الازمه تلاقي المصريين صف واحد وده ميزه بالمناسبه فالشعب المصري ادرك ان البلد آه محاطه بمؤامرات كبيره جدا خارجيا وان هناك من يريد تفكيك هذه الدوله وان مصر هي الحامي والسد المنيع للعالم العربي وانه لكي ينهار هذا العالم العربي ولكي تفكك هذه المنطقه عليهم أن يضربوا مصر ويفككوها وتفكيكها الطابور الخامس وبحروب الجيل الخامس وبالأمور هذه كلها فالشعب المصري أدرك ده مع موضوع غزة اتضح هذا الأمر بشكل كبير جدا يعني مع الأزمة دي اتضح هذا الأمر اتضح إزاي حجم الأزمة إزاي اتضح حجم المؤامرة مش يعني على مصر حدودها على أمنها القومي على محاولة إضعافها فده كله الشعب المصري ادركه وعلى الفور توحد القياده السياسيه كانت واعيه جدا لما تفضل سياده الرئيس وقلبه كل وضوح انه ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه وان مصر مش توقف مع تصفيه القضيه الفلسطينيه وضد تهجير الفلسطينيين ووزاره الخارجيه اعلنت ده بيانات رسميه وكانت هناك جهود كبيره جدا لادخال المساعدات وللهدنه ولتبادل الأسرة وللحوارات اللي هي حتى كان اخرها في في الدوحه كل هذه الجهود الشعب المصري وعيلها جدا وادرك ان الاخوان كاذبون ده ده يقودني لنقطه مهمه اتقال زمان صفقه القرن ومصر حتى تجيب الفلسطينيين وتحطهم في سيناء واتقال واتقال النهارده قولا واحدا كل ما قيل كذب لان الدوله المصريه بتؤكد على رفضها التام لتصفيه القضيه الفلسطينيه هل اثر ده على المشهد الانتخابي سوالي طبعا اثر على المشهد الانتخابي إن وحد المصريين وخلى فيه جموع زي ما احنا شايفين وخلى فيه ثقه, في, وخلى الدولة في, ثقة. في الدوله المصريه الدولة المصريه انا ما يهمنيش انت تختارني م. الاختيار ده اختيارك حريه كل الاجراءات متاحه للجميع بكل حريه وشفافيه واللجنه المشرفه على هذه الانتخابات من القضاه وغيره قالت ده في بيانات صريحه فانت اختار براحتك بحريه ومن سيصل للرئاسه من المرشحين الاربعه هو اختيار الهي في المقام الاول بوجهه نظري وده برضه سياده الرئيس قاله فاحنا بنتكلم النهارده لا واحد المصريين رفع المؤشر المشاركه الانتخابيه والحشد الانتخابي خلى الناس بتشارك اكتر وده شايفينه بره مصر، وأنا أعتقد إن في الداخل كمان لما هتجرى انتخابات داخليا بعد ما تنتهي الانتخابات في خارج مصر، أعتقد إن الجموع هتكون كتيرة جدا. وأعتقد الناس هتتوجه للصناديق لاختيار زعيمها ورئيسها بكل حرية عشان يقولوا لا إحنا مع مصر وإحنا متوحدين خلف الدولة المصرية مش خلف واحد ولا شخص، لا إحنا خلف الدولة المصرية برمتها، لأن إحنا مدركين تماما حجم ما يحاط بمصر من ناحية الجنوب السودان من ناحية نهر النيل من ناحية الحدود الغربية مع ليبيا من ناحية كمان الحدود الشرقية وكل هذه الممارات اللي تتجري فالشعب المصري لا متوحد ولا أثر على المشهد الانتخابي بكل تأكيد يمكن واحد من الاسباب اللي موجوده بسببها في وجود يعني اصطفاف كبير امام لجان الاختراع انه فعلا الناس وصل لها المبادرات التنمويه والتوعويه الكتيره جدا اللي كانت بتتكلم عن انه قد ايه احنا لازم نكون ورا مصر مش طبعاً. مش ملتفين حول اسم مرشح واحد، الاربع مرشحين كانوا يعني عرض البرامج كان في منتهى اليسر وفي منتهى السهوله وكل مرشح كان هدفه انه يوصل على الارض لاكبر قاعده التمهن. طبعا هو بالنسبه ايضا هو لمح سيادته الى حاجه مهمه جدا لموضوع صفقه القرن و و وتبين كذب هذا هز هذا الامر وده برضه عامل من العوامل المؤثره بالمناسبه لاصطفاف المصريين. اولا هي يعني مش حكا... م... قبل صفقه القرن كمان وهذا الكلام وتوجيه السهام الى الجيش المصري في موضوع تسليح الجيش المصري مم. خلي بالك ما ارجع لورا شويه هتلاقي في الاول هو بيتكلموا على هم بيسلحوا الجيش المصري ليه هو ايه فايده اللي بيحصل ده هو عايزك ضعيف اصلا هو عايزك ضعيف هو عايزك طول الوقت يعني اه, آه, آه خلي الزبط. بالك الاخوان هي راس الحربه السهم بالظبط بيعلمهم ب... بسوشيالهم بكل اللي بيعملوه ليه التسليح طب ليه المطارات الجديده ليه الانفاق على 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 الجيش لا ده كذا كذا بعد شويه اروح متكلم منتقل من هذه النقطه صفقه القرن ده هيعملوا طب انا ازاي اعمل صفقه القرن وبسلح يعني يعني كلام حتى متناقض أه جدا ازاي بعمل صفقه القرن وانا بعمل هذه الجهود للقضيه الفلسطينيه بعد شويه لا خلصنا صفقه القرن بندخل بقى لا نروح داخلين في حته تانية هوامش بقى العاصمه الجديده ليه العاصمه مش... الجديده ليه اي بناء اي اعمار اي تنميه هي ضده لانه مدرك تماما ان الاقتصاد والتنميه اللي في البلد هي ضد تواجده هو هو بيلعب دايما في الهوامش بيلعب دايما في عمليه الفقر في الجوع في ينتشر في أما... في حاجات معينه صحيح. هو بينفذ من خلالها انت ادراكك وشغلك على ده حتى في سينا يعني حجم التنميه في سينا وغيره لما تشوف على جميع المجالات الفتره اللي فاتت الزراعه واستصلاح الاراضي المعمار وبناء الاف الشواء السكنيه والمدن الجديده في كل محافظه تقريبا مدينه او كل يعني حاجه حاجه خطيره جدا مش على مستوى التسليح بس لا مستوى وزاره الاسكان مستوى التموين حتى والاكتفاء الذاتي انت النهارده في ظل الازمات اوكرانيا وغيره وغيره في دول كثيره من العالم بتعاني انت النهارده عندك اكتفاء ذاتي من كل شيء ما فيش مواطن مصري راح لسوبر ماركت او راح لمول يشتري حاجه وما ما فيش فانت عندك في كل شيء التنميه مش 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 في حاجه واحده انت شغال بشموليه في كل شيء ده ضده هو يعني هو ده ضده ضد توجه الاسلامويين اللي هو شايف ان لا التنميه دي بقى هتؤثر على وجودي انا داخل الشارع طب انا هلعب على ايه فيطلع لك بقى بحاجات غريبه جدا طب هو و... ما كانش ليهم حجه في قصه صفقه يعني ما ردوش على نفسهم يعني هو طول الوقت كان بيشكك وبيقول إن ما يحدث في سيناء هو استعداد كده وجابوا من أيام ترامب كانوا جايبين صور إن احنا هنخش في صفقة طب ما شافوش هو بيلعب دايماً علامة الإغراق في الدعاية والإعلام آه. يعني هو بيكذب والكذبة بيرددوها في أكتر من وسيلة إعلامية خاصة الوسائل اللي هي الإعلام الجديد فبيفضل يغرق في الموضوع لغايه ما هم يصدقوا نفسهم والناس تصدق وتبقى في صفقة قرن يا جماعة في صفقة قرن ده يتكلم وده بكرة يتكلم وده بعده يتكلم عن صفقة قرن وده النهاردة يتكلم تاني وبعد كده يجيبوا ناس تتكلم وبعد كده يعملوا صفحات بأسماء مستعر. ده عاملين آلاف الصفحات بأسماء مستعارة وبأسماء سيدات وبأسماء فنانين انت طيب مش تخيل يعني يقول لك مش عارف فنان مين تدخل على صفحة الفنان فلان عليها ناس غريبه جدا وفي حاجات كده باسماء مستعاره وبيحط لك البوست والبوست يتكرر والبوست ياخد واحد تاني باسم تاني وهو نفس البوست هي صفقه القرن هي حاجه واحده بس فهو بيلعب على ده طوال الوقت لكن هو في النهايه لما انت بتكشفه على حياته بيرجع بعد شويه يصمت عن هذا الموضوع ويقلب على موضوع تاني خالص يحول الموضوع لموضوع تاني خالص خلاص هو ده اللي حاولوا يعملوه في انه ما خلاص مش مستاهله ما تنزلوش الانتخابات مش لازم يبقى فيه كان الهدف ايه من من الدعوه لعدم النزول اللي قامت بها اهل الشر هو الهدف الاول هو الدوله نفسها م. يعني مش شخص بعينه لكن هو الدوله ان الدوله المصريه الان ما فيش حد عازف على الانتخابات اذا ما فيش ديمقراطيه اذا ما فيش حريه اذا لابد من الثوره الشعبيه اذا لابد ان احنا ننزل للشارع ونتظاهر من اجل الحصول على حقوقنا اذا لابد من عودتنا احنا على موجودة. سده الحكم هي في النهايه الهدف الاخير لان هو يعود تاني الى المشهد هو مش متحملين كان كل التحليلات السياسيه الخبراء الاسلام السياسي ان جماعه الاخوان المسلمين وحلفاء لا يستطيعون تحمل البعد عن المشهد السياسي لمده خمس سنين صعب جدا نتحمل ده فهو النهاردة في عزوف عن هذه الجماعة ورفض شعبي في المقام الأول لعودة هذا التنظيم مرة أخرى ما فيش حاجة اسمها تنظيم موازي في دولة لأن الآيات ملطخة بالدماء فطبيعي طبعا. أنه يبقى يتم رفض آه توجه طبعا يعني. فهو مش متحمل هذا الوضع فهو بيقول لك خلاص يبقى نهدها بقى يعني نعمل أي شيء يهد هذه الدولة وتشوف حتى في الفتره الاخيره يقول لك مثلا يعملوا حاجات مش باسم الاخوان يعني يقول لك مثلا طيار الامه يعني انت خليت الطيار ده للامه كلها يعني الامه المصريه كلها انت انت طيار الامه ويجي طيار الامه ده بقى ايه يقول لك ايه احنا نعمل حمله الاعلام لاحظ يعني الاعلام قنواتهم حتى نغير العالم المصري ده وصلوا ان هم يطالبوا بتغيير العالم المصري ويعملوه العالم اللي هو العثماني والله في طيار الامه ده حطوا العالم اخر ودعوا لتغيير العالم يقول لك ده عشان خاطر نثبت ان احنا في حاله رفض انت بترفض مصر ولا بترفض النظام ولا بترفض مين حاله رفض شعبي نطلع بالاعلام في في البلكونات ويطلع الاعلام بتاعهم مش هقول اسمه على اه على احدى القنوات بتاعتهم فيطلع ينادي بحمله الاعلام يعني اذا الموضوع في توافق في توافق هنا انك انت الاعلام الفضائي الفضائيات بتاعتك الدكاكين الفضائيه بتاعتك دي مع التيار الامه ده اللي هو على السوشيال نفس الهدف واحد وتغيير الاعلام يعني انتم متفقين اذا في تنسيق اذا هناك في منسق اكبر من هو هذا المنسق الاكبر ومن الذي يدفع لكم ومن الذي يدفع لهذا المنسق ومن الذي يوجه هذا المنسق اذا في هدف طب من وراءه هتلاقي كل المنسقين وكل الشركات لما مثلا مثلا يعني نون نون فيلم دي احدى الشركات اللي هي بتنتج للاخوان وكل قنوات الاخوان وكل السوشيال الاخوان لما تدور على هذه القناه تلاقي مقرها في لندن طب ايه الموضوع؟ وراها واحد جنسيته بريطانيه ايه الموضوع؟ إشمعنا هنا؟ إشمعنا هنا؟ وإشمعنا ده بيعمل لكم؟ مين اللي بيمول كل ده؟ يمول فيلم ضخم وفيلم وثائقي كبير جدا عن الجيش المصري مدفوع له ملايين طب ليه؟ وايه هدفه؟ وهيحقق ايه النتيجه؟ ما احنا عارفين ان الاعلام بيصرف ما بيجيبش مكاسب، يعني كل هذا الحجم، كل هذه القنوات مين بيصرف عليها؟ هتلاقيهم كلهم لندن أو بلاد أخرى، فإذا إذا في مشكلة، إذا هناك المنسق الأكبر الذي ينسق كل هذه الأمور والذي يدير هذه الأمور في هذه الحملات هو واحد. هو واحد وله هدف هو تفكيك هذه الدولة، إضعافها على الأقل إضعاف الدولة المصرية. الدوله المصريه ما على رجليها لان انا شايف الدوله النهارده بتقف يا جماعه لما اجي اعمل هذه البنيه الاساسيه الضخمه امشي في اي حته في مصر امشي في اي حته في مصر هتلاقي فيها بناء وتعمير واسكان وطرق واصلاح وحياه كريمه و100 مليون صحه في كل المستويات وطرق ونقل وسكه حديد ومدن جديده وعاصمه جديدة في كل حته في مصر انت النهارده لما اشوف ده لا يبقى لا احنا لازم البلد دي تركع شويه يعني نقفها شويه ما ينفعش انها تمشي كده ترفع الراس لا هنرفع الراس هنوقف ومصر هتبقى دوله قويه وهنستمر مهما كان حجم هذه المؤامرات مهما كان حجم الطوابير دي اللي اللي هي شغاله مموله من الخارج ده انا ما شفتش حد فيهم بيهاجم الدوله المضيفه ليه ما يقدرش ما يقدرش ما شفتش حد فيهم بينتقد موقف هذه الدولة من أحداث غزة يا طيب أخي ده يعمل ده مقارنة. ده ده إح اعمل مقارنة صاحب البلاط اللي بيمشي عليه اعمل مقارنة بين الجعجعة الفاضية وبين موقف مصر اعمل مقارنة في موقف مصر مع قطاع غزة وأحداث اللي بتجري في غزة شوف مصر عملت ايه شوف مصر بكل شجاعة برئيسة وقفوا قالوا ايه بالظبط وأصروا قالوا ايه بالظبط وشوف هذه الموقف هذه الدولة اللي انت فيها لا ما ما مش بيعملوا كده ومش هيعملوا كده لان هؤلاء الناس في اي عملاء انت قولا واحدا اي واحد في الدولة المصرية دولته المصرية في مفترق طرق وفي ازمة هو واقف ضدها بهذا الشكل بيحاول يهدها بهذا الشكل فهو هذا الرجل عميل وممول وجاسوس ممكن تقولها قولا واحدا صحيح طب انت شايف هيعملوا ايه في سباق المصريين في الداخل هم ما يمكن ما لقوش حاجه في الخارج يعملوها مع وجودهم في الخارج ومع علمهم بوجود المصريين في السفارات والقنصليات ومع احتفال المصريين بمصريتهم ووطنيتهم هم اتحرقوا يعني ما لو دخلنا في الداخل تفتكر هيركزوا على ايه وهيشككوا في ايه؟ بدأوا انا لاحظت ان امبارح شغالين هو مش اي نقد يوجهه للعمليه الانتخابيه. عارف بينقد بي ايه؟ اللافتات اللي في الشوارع طب يا عم وانا انا ذنبي انا ذنبي ان الناس طالعه بتعمل لي لافته تاييد وبالمناسبه المرشحين الاربعه ليهم لافتات مش مش حد معين طبعا الرئيس السيسي له لافتات اكثر لكن هو 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 دي حب جماهيري هو هو حد معين وحطها دفع يعني معين انت طالع بتوجه النقد لحاجه زي لا كده مش حاجه هي الحمله الانتخابيه للرئيس السيسي المرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي اتكلمت عن انه الفلوس اللي كان المفروض توجه للدعاية الانتخابيه تم توجيهها للقافله المتجهه لفلسطين صحيح. لدعم اهالينا في فلسطين فالفلوس اللي كان المفروض تتصرف على الحمله الانتخابيه للمرشح الرئاسي تم توجيهها عبد الفتاح السيسي طبعا تم توجيهها لاهالينا في أنا غزة؟ فعلا انا قريت البيان ده هو النهارده مش لاقي انا عاوز ادلل على حاجه هو مش لاقي حاجه يوجهها للعمليه الانتخابيه كنقد هو شغال على دلوقتي اهم حاجه هو شغال عليها دلوقتي هو موضوع غزه وازاي اني احاول اثبت ان ده هذه الدوله اخرج الدوله من وطنيتها اخرج القائمين على هذه الدوله من وطنيتهم لا مش هتقدر لان وطنيه الناس دي ثبتت مش مره واحده مع كل طيله هذه السنوات الماضيه منذ سقوطك انت لا ده انت اللي لما نيجي نعمل مقارنه نشوف بقى أخي بريز والجوابات اللي كانت بتروح وال... 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 وإحنا مصرين على كامب ديفو والسلام لا وإن الشخصية المصرية تدينها وسطي جميل طول عمرها, طول عمرها لم تكن يوما متشددة طبعا لم تكن طبعا فأنت النهارده مش لاقي فشغال على هذه المسألة إعلاميا ودعائيا للتأثير على الشعب لكن أعتقد وهنشوف وبكل تأكيد نشوف ان جموع المصريين هتخرج لتثبت عكس ما هم بيدعوا ليه زي كل مره تعال شوف النهارده هم لما حتى ارادوا ان هم يعيدوا العمليه الدعائيه بتاعتهم وعملوا اجتماع في لندن من سنتين ثلاثه آه سموه اعاده تقييم الاعلام الاعلام بتاعهم ليه بقى عملوا اعاده تقييم لان هم قالوا في هذا الاجتماع ان احنا فشلنا في الحشد هو اللي عندهم اصلا عمي فشلنا, عمي. في فشلنا في الحشد قالوا كده فشلنا في الحشد عمل كم حملة عمل كم حملة للحشد فشل عمل كم حملة لما خلي بالك لما يعمل حملة للحشد يأتي بعدها مباشرة ويفشل هذا الحشد حملة أخرى للمصالحة أه الله يعني هو يعمل حملة للحشد فتفشل يفشل تفشل حملة الحشد بعديها بعدها بأسبوع عمل حملة للمصالحة المراجعة المصالحة فالحملتين يكونوا ورا بعض مباشرة خلي بالك، فإذا هو كل حملاته وإعلامه فشل وهيفشل في هذه المرة السؤال الأخير سوشيال ميديا الإخوان الكومنتات اللي بتيجي على صفحاتهم اللي بتكشف ربما يعني حجم التناقض الكبير ما بين الرسالة اللي عاملينها والرفض وال... ال... اللي موجود في الداخل بص لاحظ أنت يعني أنا عاوز أي مواطن بسيط يدخل على صفحات الناس دي ويشوف وشوف حاله الرفض دي في الكومنتات دي مش محتاجه ادله ولا براهين وبالمناسبه الناس دول بيتاجروا يا جماعه انا بمعلومات مؤكده عندي ومن مصادر مختلفه ومتنوعه مفيش حد فيهم بيعمل فيديو مجاني غير مؤكد طبعا مفيش حد فيهم بيعمل فيديو مجاني وهو مطلوب منه بيقول احنا خلال هذا الاسبوع هنتناول القضيه الفلانيه فبيطلعوا على صفحاتهم هو صفحه شخصيه انت متصور ان هو طالع بصفحه شخصيه لا هو بياخد على الاقل 3000 دولار شهريا مبلغ ضخم جدا ده غير اقامته وغير المصاريف الاخرى فانت بتخيل واحد بيشتم في الدوله طالع حته فيديو قصير كده 10 دقائق ياخده 3000 دولار فمبالغ ضخمه مهوله بص للتعليقات زي ما حضرتك تفضلت ولاحظ حاله الرفض الشعبي هناك حاله رفض شعبي لتيارات الاسلام السياسي لان ال العالم العربي والمصريين بصفة خاصة أدركوا أن من أضعف سوريا هم تيار الإسلام السياسي ومن هدم العراق هم تيار الإسلام السياسي ومن شارك في تدمير وما زالوا يشارك في تدمير اليمن هم تيار الإسلام السياسي ومن دمر ليبيا هم ميليشيات الإسلام السياسي ومن أضعف تونس هم ميليشيات الإسلام السياسي وحالة الرفض وضحت في تونس في الانتخابات ووضحت في المغرب اللي ورفض انتخاب العدالة والتنمية ووضحت في مصر وتتضح الان في مصر وهم ايضا من هدموا وشاركوا في هدم السودان، فاذا ما فيش حد هيرضى بده وما فيش حد هيوافق مره اخرى وهينخدع مره اخرى بشعارات براقه تتخذ من الدين ستار للوصول الى الحكم او لتفكيك المنطقه بطريقه غير مباشره. ربنا يحفظ دايما مصر آه كل الشكر سهل. ليك الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا يا فندم.